منطقة في بغداد يبدأ اسمها بكلمة باب. قال باب المعظم 30 نقطة. انت قلت باب الشرقي، باب الشرجي، وباب الشرقي 32 نقطة. باب الشرجي، باب الشرجي، باب الشرقي. السؤال الثاني كان من مراحل الدراسة في العراق، قال المتوسطة 25 نقطة أخذ. انت قلت الإعدادية، والإعدادية صح صح 30 نقطة. السؤال الثالث شيء نأكله في الصباح، قال الجبن أجبان 20 نقطة. انت قلت ريوق بيض، بيض صح 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 البيض صح. خلي نشوف ايش قد راح يعطيك البيض. البيض 28 نقطة. حلو، يلا تعال تفضل، تعال تعال، يلا تعال. إذن أعزائي المشاهدين، نقول لهم باسمكم جميعا، نقول للبيت العراقي ألف 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 مبارك لكم فوزكم بهذه الجائزة. عاش تضحك، جائزة 10 مليون دينار عراقي. وينه وينه توني؟ خلينا نشوف توني. يلا توني تفضل. توني توني يلا توني، وسعد قلبي. شكرا توني، شكرا. واذا الف الف مبارك. سمير تفضل، هذه الجائزه تمنحها قناه الام بي سي العراق لفوزهم بالجائزه البيت العراقي. مبارك لكم. شكرا استاذ، بس عندي شويه حكي. انت عندك كلمه، تفضل قول. بما انه بهاي المناسبه الجميله والبرنامج الجميل، حبينا نتقاسم المبلغ. تتقاسم مع من؟ مع ويا الفريق، ويا براعم وزهور. براعم وزهور. يعني هذا موقف من اجمل ما يمكن. هم تعبوا هم جاوبوا. هذا الموقف رائع. اذا نقول الى البراعم والزهور، خلي تفضلون. وين براعم وزهور؟ اهلا 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 اهلا. اهلا وسهلا. اذا نقول للبراعم والزهور ايضا مبارك لكم هذه اللمة وهاي الجمعة الحلوة وهذا المبلغ، وشكرا لقناة ام بي سي العراق. اذا اعزائي المشاهدين، نقول لكم كونوا معنا دائما لنكون معا دائما وابدا ان شاء الله. انا جواد الشكرتشي انقل لكم تحياتي وتحيات كادر العمل وتحيات البيت العراقي والبراعم والزهور. تصبحون على خير.